والسلام عليكم، مرحبا في الفيديو والجولة. هاي الحين خامسة من كراش بندكوت. الجولة الكريهة هاي، أنا من أكره الجولات عندنا. شوفها وين سارحة، هذا الحين اسمك أنا هاي الخايسة. والله من فترة ما لعبت كراش، حس السكيل عندي زيرو، والله زيرو 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 تماما. يب خايس، تاخذ البرتقال مالي. ما شفته، وسخ. والله ما شفته الصراحه، لازم انتبه للسمك. انا هو الفيو مال الجبل اصلا وسخ. ابى انتقم، تعال. في سمكه هنا؟ لا، هذا سمكه والله توهقني الحين. جيب لي العيد والكارثه والمطمه. يعني انا اتمسخر اذا قلت لكم ان هذا لعب ناس محترمه، يعني ترى هذا مش لعب محترف ابدا، هذا اللعب اللي يسمونه ما له داعي، تعرفونه؟ هذا اللي توي لعبته انا، لعب ما له داعي. اصلا الجوله هي مدنيه، جولات الماي مدنيه، محس سوبر ماريو جوله الماي مدنيه. ها كانت رصاصيه حي ايام زمان لذلك. اوه كم مخفي تحت مجواها، والله شكله في شغلات جديدة في كراش انا ما ادري عنها. تشوف شكله في شغلات جديدة لازم اطالع شو هي. انا ما حد هذا قبل موجود، صراحة غلط غلط يا ناس، سحوني وانا نايم صدق. يا حبيبي عادي اطيح في هاي، عقب الطيحتين اللي طحتهم اللي ما لهم داعي تخاف من كل طيحة. غلط غلط يا ناس غلط، صحوني وانا نايم. ليش تصحوني وانا نايم؟ اذا هني انا اموت في جولات صعبة بتي صدق عقب. هذه جولة الماي النهار خلصناها، ونشوفكم في الجولة القادمة إن شاء الله على خير. من كراش بنديكوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.